السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال: ازاي نعمل هاتش بالريفت لجزء من البلان من غير ما يظهر في كل البارتات؟ طيب يعني عندي موديل 2 بارت مش عايز هاتش يبان في بارت. طيب ايه فكرة البارتات او بنعملها ازاي؟ عندي مثلا ليفل 1، فانا بعمل دوبليكيت لليفل 1 اهو، سواء انت عايز ديتيلينج او مش ديتيلينج خليها ديتيلينج مفيش مشكلة. التاني ده هاجي هنا وابدا اقول له ان انا عايز اعمله از اديبندد، يعني بارت من ده بارت من ده. البارتات دي تبقى جزء من الاساسي، فلو انت عدلت في اي واحد فيهم بيتعدل كله في مره واحده. يعني لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز مثلا اعدل 1:50 ل1:100 اتعدل، ايه اللي مش هيتاثر؟ اللي هو الليفل 1 الاولاني ده يعتبر فيو مستقل، انما البارتات الاجزاء دي هي دول المرتبطين ببعض. فلو انت عايز تعمل هاتش راعي الموضوع دوت. يعني بفرض مثلا ان انا عايز اعمل هاتش، ممكن مثلا لو انت عايز تعمل هنا خلاص بتعمل على الجزء اللي انت عايزه بس، هيظهر في كله هيظهر في كله. تمام. بنعمل هاتش منين؟ من انوتيت، وبعد كده هنروح لريجن عشان تعمل الفيلد ريجن اللي انت عايزه. مثل الفيلد ريجن ان هو ما بيظهرش غير في الفيو اللي انت حاطط فيه، لكن هيظهر في البارتات لان البارتات بيعتبر كلهم فيو واحد، لكن في ليفل 1 مش هيظهر. وانا بحب استخدمه لو انا مطلوب مني مثلا اريا. في ناس عشان تعمل اريا تقول لك ايه انا هرسم فلور مثلا، انت ممكن الفلور ده تنساه يظهر يبوظ لك الشغل كله. بص ده اهو، وده هيقول لك الاريا قد ايه وهكذا. تمام. ده هيظهر فين بقى؟ هيظهر في البارتات. تمام. اساسي. لكن لو انت اصلا مقسم البارتات بتاعتك جزء كده وجزء كده هيبقى كده المفروض ان هو مش هيظهر في البارت ده، هيظهر في البارت ده. تمام. الاحسن بقى ان احنا نظبطها بايه؟ بالسكوب بوكس. السكوب بوكس بنرسمه ونقدر نتحكم فيه. تمام. بترسم منين؟ بترسم من فيو. هتقول انا عايز فيو بوكس بحيث ان هو سكوب بوكس بحيث ينظم لك الشغل. ميزة بقى السكوب بوكس ان هو ايه؟ هيبقى ثابت في كل الادوار. فلو جيت هنا في اي لحظة وقلت له انا عايز الفيو اللي انا واقف عليه دوت يلتزم بالسكوب بوكس واحد، اوتوماتيك يلتزم. لو عملت بقى كل الادوار وقلت له عدل في مرة واحدة، بيعدل في كله مرة واحدة. تمام. اظن كده الموضوع واضح. طيب في سؤال طريقة تسليم موديل للريفت، يعني انا كهرباء عايز اسلم الموديل اللي انا بشتغلت عليه بتاع الكهرباء، طريقة تسليم ازاي؟ عادي انت بتسلمه ملف الريفت عادي، بس يعني بتاخده كده على جنب كوبي. تمام. خلينا مثلا لما نقول له اوبن هنعمل نسخة تانية منه بحيث ايه النسخة اللي احنا فيها ما يحصلش اي تعديلات. تعلم على ملف الريفت وتقول له ديتاتش. ديتاتش يعني بتفصله عن الملف الاصلي، والملف اللي انت بتفصله ده بكل اللي انت بتعمله ان انت مثلا هتعمل بيرش بحيث الملف يبقى حجمه قليل، ولو في اي فاميلي اللي انت ما استخدمتهاش تتلغي وهكذا. فبس مجرد تعمل ديتاتش ويبدا ان انت تصدر. اللي هو مطلوب منك بقى ان انت تصدر بي دي اف وتوكاد والحاجات دي كلها، فانصحك باداه اسمها دي روت 1. قول له بروشيت. دي روت 1 بروشيت ده بيخليك تعمل الشيتات كلها او الفيوهات كلها زي ما انت عايز، حاجة انت تختارها. تقول انا عايزها كلها مثلا بي دي اف، او عايزها كلها اوتوكاد، او زي ما انت عايز. هتيجي كده اتعلم على اشي. طيب انا عايز اظبط طريقة تسمية. هتيجي هنا اديت ذا فايل نيم وتقول له انا عايز مثلا تحط لي الشيت نمبر وبعديها الشيت نيم. اوكي خلاص. بعد كده تخش بقى على الفورمات وتقول له انا عايز بي دي اف، عايز دي دبليو جي، دي جي ان، دي دبليو اف، ان دبليو سي، اي اف سي، كل اللي انت عايزه. كرييت. تبدا بقى تعلم عليهم كلهم وتختار الفولدر اللي انت عايز تصدر ليه الحاجات وتقول له توكل على الله كرييت، يبدا يصدرهم لك كلهم. وتقدر ان انت تعمل بروفايل، يعني الاختيارات بتاعتك تحفظها على البروفايل بحيث يبقى سهل عليك ان انت ترجع لها.